قولوا كثيرا يا ودود، قولوا كثيرا يا ودود، قولوا كثيرا يا ودود، لعل الله يتعطف بمودة فيتدارك العجاز من أمثالنا. عارف الودود إيه؟ هو المحب لمن يحب ومن لا يحب، المتعطف بالحب على من يحب ومن لا يحب، يتودد إلينا بالمواهب وهو أغنى الأغنياء. يعني أنا عايزك بقى تسبح كده. الودود يعني إيه؟ الذي يعطي بحب من لا يستحق ما لا يستحق. الذي يعطي بإيه؟ هيقول لي بقى وأنا ماشي بره في ودني، أقولها كم مرة؟ هزعل منك طبعا، واحنا بنحضره، ما هو حاضر. قولها مره يسجد بيها قلبك، ما سجدش افضل قولها لحد ما يسجد. وخليك ناصح، خليك عبد، خليك شاكر. شوف عطاك كم نعمه ما تستحقهاش، قول يا ودود. كل ما تبقى معاك عن الجلابيه اللي انت لابسها دي ستر قبائح كتير، مين اللي سترها؟ الودود. في غيرك بيصلوا ليل ونهار نفسه في عيل، عندك عيال قد كده واجعين دماغك، قول يا ودود. ان روحت البيت انت واحد ما عملش حاجه وتلاقي عيني نايم على السرير في مستشفى مركبين له 50 انبوبه عشان يتنفس، وانت في كمالات الصحه مع انك ما بتصليش. مين اللي اعطاك الصحه دي؟ هي مش فرض عليه، ده ود. مين اللي لما بتعصابي بيسامحك؟ مين اللي كل ليله يعمل لك ليله قدر بس انت مستني 27 رمضان عشان تدعي ربنا؟ هو بياخدك على قد فهمك، لكن كل ليله بيقول هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه، هل من ذو حاجه فاقضي له حاجته. لاحظوا يا عباد الله أنه من كمالات مودته بخلقه أنه يدعو من عصاه إلى دوائر عطاه. لا يخلق فاها وينساه، ويدعو من عصاه قبل من أطاعه إلى دوائر عطاه. هذه ربوبية المودة، أو مودة الربوبية. من زمان كنا بنصلي للمعبود وده حلو، النهارده نصلي العشاء للودود. نفتكر قبل تكبيره الاحرام لحظه كده نقف نفتكر قد ايه من النعم احنا غرقه فيها، قد ايه من الاستار اللي ربنا منزلها علينا مخلي الناس بتعظم فينا، قد ايه من العلوم عرفها لنا، من كمال عظمته علينا، من عظمه اسم الله الودود حضره النبي، أنه تعطف على هذا الوجود بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم. هو نفحة الجود التي أفاضها الله على الوجود ليجمع الوجود إلى الودود، وما كان إسراه ومعراجه إلا ليبرز للعالمين أن الإنسان محل نظر الله، وأن الإنسان إذا تحلى بوصف العبودية فهو أرقى من يدعى إلى دائرة الإحسان والألوهية. وصلى اللهم عليه وعلى آله.